في العاشر من شهر تموز يوليو عام 2017 أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير مناطق غرب العراق من سيطرة تنظيم داعش، ولكن بالرغم من استعادة السيطرة على المحافظات المحررة إلا أنه ما زال هناك من يوجه أصابع الاتهام لسكان تلك المناطق. أنه اليوم هنالك الكثير من أبناء المناطق شاركوا بشكل مباشر في العمل مع عصابات داعش، وعلى حد أول وزير الدفاع الحالي اللي هو قائد فرقة وقائد عمليات سابق يذكر أن 80% من السكان هم يشاركون مع داعش في تنفيذ المهام. تمركز العديد من التنظيمات الإرهابية كتنظيم القاعدة وداعش في مناطق غرب العراق كان وراء الشعور العام بتأييد سكان تلك المحافظات للحركات المتطرفة والتي مارست أبشع المجازر تجاه الأقليات الأخرى، ما يبرر كل الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي يتم تطبيقها في تلك المحافظات. لا أعتقد أن هذه المناطق هي حواضن مجتمعية للإرهاب بالمطلق. المجتمع السني في العراق لم يكن مجتمعا دينيا أولا نتيجة للتاريخ من تأسيس الدولة ولحد هذا اللحظة لم يكن هناك وجود لتيارات إسلامية. ثانيا انتخبت بنسبة أكثر من 90% هذه المناطق شيعي علماني اللي هو الدكتور اياد علاوي، وهذه الاستطلاعات الرأي العام موجودة وأنا كنت واحد من العاملين في هذا الحقل. وبالتالي كيف لمجتمع ينتخب شخصية شيعية علمانية وهو يحتضن منهج إسلامي متطرف بعد 3 سنوات؟ يؤكد الدكتور هيثم الهيتي أن انخراط الشبان السنة في التنظيمات والحركات المتطرفة كانت له أسباب مصلحية وليست فكرية أو عقائدية، لأن التيارات الإسلامية لم يكن لها وجود تاريخي في تلك المناطق. أن الضغط الميليشياوي والطائفي والشعارات الطائفية أججت السخط ودفعت الناس إلى الانتماء للمنظمات الإرهابية كتعبير عن الرفض وليس كإيمان فكري وأيديولوجي، وبالتالي مواجهة الميليشيا التي تمثل بنظر هذه المدن إرهاب هو بالإرهاب، وكان هذا هو للأسف الخيار المر. إذا أردنا أن نقضي على الإرهاب نهائيا علينا أن نزيح قوة الضغط الذي تدفع الناس للتفرف ونرسل قوة أمنية تمثل الدولة.